في نادي الزمالك جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك بيدرس انه يضم محمد عبد الشافي. ده من الناس المحترمه جدا محمد عبد الشافي، كل جماهير الكره في مصر يعني بتحب محمد عبد الشافي وبتحترمه جدا على مختلف ميولها، الاحترام لا يختلف عليه احد على الاطلاق. فعبد الشافي احتمال يسافر مع البعثه يعني، الونش الراجل هيضمه لكن فرص لعبه مش هتكون موجوده على الاطلاق. لكن ارجع اقول ان الحقيقه محمد عبد الشافي لعيب ذو اخلاق عاليه ويستاهل كل تقدير. في الزمالك برضو تاكدوا انه نبيل عماد دونجا لن يلحق بمباراه بيراميدز الاولى في السوبر المصري، وهناك بقى مفاضله بين زياد كمال بين محمد شحاته انه يلعب مكان دونجا. طبعا في راي جوه الجهاز بيقول انه شحاته مركز 8 اكتر منه 6، البرتغالي جيبرسون كوستا لعب مع فريق الشباب في مركز لاعب الوسط، لكنه الجهاز الفني شايف انه مدافع يبقى افضل ليه. لسه في تبديل وتوافيق كتيره جدا لحد ما تيجي لحظه المباراه.